على أضرابه وأشكاله وفضلاء ظهره رحل إلى الآفاق واشتغل بسماع الحديث والاجتماع بالأئمة الحضار. البداية والنهاية كتب أكرم. توفى أبو عبد الرحمن النسائي بالرمضان بفلسطين يوم الاثنين 13 ليلة من صفر سنة 1300، ودفن ببيت المقدس، وكان عمره 88 سنة. كان الإمام أحمد حافظا ثبتا لا يداريه أحد من أهل عصره، وكان صرفه في الرجال أشد من شروط أصحاب السنن. هذا الفرق بينه وبين سائر أصحاب السنن، كان شرطه في الرجال أشد من شروط أصحاب السنن، حتى اعتبر الإمام السيوطي كتاب المجتبى أقل الكتب بعد الصحيحين حديثا ضعيفا ورجلا مجروحا، وقد صنف كتابا كبيرا حافلا عرف بالسنن الكبرى، ثم انتخب منه كتابا سماه المجتبى، وقد صار فيه على طريقة دقيقة تجمع بين الفقه وفن الإسناد، رتب الأحاديث على الأبواب ووضع لها عناوين تبلغ أحيانا منزلة عالية من الدقة، وصار سنن النسائي كما اشتهر ضمن كتب الصحاح أو السنن والتي عرفت بالكتب السنة. منهج الإمام النسائي المتعلق بالأسانيد، شروطه في أسانيد سننه الصحة أن تتوفر شروط الحديث الصحيح المعروفة في كل حديث يورده، وقد نقل عن الإمام النسائي وصفه لكتابه بالصحيح، ولكن واقع كتابه لا يساعد على هذه التسمية إلا من باب التغليب ومن باب إدراج الحسن بالصحيح أيضا، يعني هو سمى كتابه صحيحا بالتغليب. أكثر الأحاديث شروطه متوفرة شروط الصحة، وبعض الأحاديث فيها أحاديث حسن شروط الحسن فقط، ولكن الحسن يعمل به عند أكثر الأئمة، معمول به حديث الحسن، ولذلك سماه جميعا الصحيح. لذلك لم يكن كتابه كله صحيحا، وهو قريب الى الصحه. لم يكثر الإمام النسائي من ذكر حكمه على الحديث، وإنما فعل ذلك في مواطن يسيرة خلافا للإمام الترمذي. الإمام الترمذي في أكثر الأحاديث يقول المستنبط من هذا الحديث الحكم كذا كذا كذا، والإمام النسائي لم يقل هكذا إلا يسيرا. ومنها قوله بعد أحد الأحاديث: ليس في هذا الباب حديث
احسن من هذا الحديث وان كان مرسلا. وكذلك لم يكثر الامام النسائي من التعرض لذكر العلل التي تقطع في صحه الحديث، لانه نقى عن العلل في اغلب الاحاديث التي اوردها، وكان يتعرض احيانا لذكر ترجيحه لما فيه خلاف بين الرفع والوقف او الارسال او الوصل. هل كان هناك خلاف هل هذا موقوف او هذا مرسل او هذا موقوف او هذا مسند؟ يعني احيانا يبين احيانا لا يبين. رتب الامام النسائي كتابه على ابواب الفقه، والامام الترمذي ايضا هكذا، لكن الامام الترمذي عندما يذكر شمائله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول فليتنبه بهذا، لان الامام الترمذي هو الذي صنف شمائل الشمائل المحمديه. الشمائل المحمديه كتاب معروف ومشهور بين كل محدث، وهو كتاب الامام الترمذي. هذا بقي من كلامي اولا، الشمائل المحمديه، لان الشمائل ينبغي ان نتعلمها ونتصف بهذه الشمائل. ولقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، فعلينا ان نطمئ ونستنى بسنه النبي صلى الله عليه وسلم حسب ما نستطيع، ولهذا ينبغي الاهتمام بالشمائل المحمديه. احيانا يقال شمائل الترمذي، يعني حقيقه شمائل الترمذي لا، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للامام الترمذي. الترمذي جمع شمائل النبي من بعض شمائل، ليس شمائله صلى الله عليه وسلم محصورا في هذا الكتاب، شمائله لا تعد ولا تحصى. الإمام البخاري لم يرتب كتابه على أبواب الفقه لسبب ذكرته أولا، أعود إليه مرة أخرى. الإمام البخاري فهم أن دين الإسلام والقرآن الكريم والتوحيد كلها مبني وموقوف على ثبوت الوحي، ولو لم يكن الوحي ثابتا لا يثبت القرآن ولا يثبت شيء من دين الإسلام. ولذلك قدم الإمام البخاري كتاب الوحي، ثم أتى آخر الحديث في صحيح البخاري باب قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، أتى بحديث مشهور كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وإذا إشارة إلى أن
عاقبة الإنسان حارة. وأما من أوتي كتابه بيمينه هذا الكتاب ثم وأما من خفت موازينه وهو في عيشة وأما من ثقلت موازينه وهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه وأمه هاوية. إذن أشار الإمام البخاري من بدء الوحي إلى آخر أحوال المسلم والتوحيد نظرا إلى هذا قدم باب الوحي. ولكن العبادات كلها من أفضلها والدوام الصلاة. الصلاة مشروط بالطهارة والطهارة ينبغي أن يكون المسلم عليها في الصلاة وغيرها. ولذلك قدموا أبواب التطهير وأبواب الطهارة. لكل وجهة هم وليها نسترك الخيرات. الإمام النسائي كثيرا يقول ينبغي لكل محدث أن يأخذ الإجازة من المشايخ. بعض المحدثين لم يقل بأن الإجازة شرط ولم يقل أحد بأن الإجازة شرط، ولكنهم يقولون الإجازة ثابتة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا. الحمد لله. أنا الفقير سكنت في مكة المكرمة شهرا وأكثر، أخذت الإجازة من الشيخ الكبير المحدث الكبير أبو الفيض محمد ياسين الفاداني رحمه الله، كان مدرسا في مكة المكرمة. أنا أخذت الإجازة من إجازة المدرسة.